البيجر يا جماعة، طبعا زي ما شفت النهاردة اللي حصل في لبنان حاجة فظيعة بصراحة، ولكن أنا عايز أوضح حاجات كتيرة جدا إزاي ده حصل بين جهازين مثلا مربوطين من بعض ويحصلوا في نفس التوقيت. أجهزة ملبوسة يا جماعة، أنا خايف على نفسي. إن الأجهزة دي حصل اللي شفناه، ومش عايزين نقول الكلمة عشان الفيديو ما يتمسحش ويبقى موجود، هقول لك على حقائق مريبة شوية. بصوا يا جماعة، أولا البيجرز دي بتتركب ببطاريات دوال اي او تريبل اي. طيب اولا بطاريه زي دي عمرها ما تؤدي اللي حصل النهارده ده وتؤدي لاي حاجه، لان اصلا البطاريه دي او الاكبر منها بشويه لو جيت تنتها كده لا قدر الله هيحصل مشكله، لكن المشكله عمرها ما تصيب انسان بشكل مبالغ فيه، وعمرها ما تؤدي الحاجه اللي حصلت وشفناها في كاميرات المراقبه الواضحه قوي النهارده دي. في انواع البيجر ده بالذات ما فيش حاجه اسمها برمجه خاصه تدخل على الجهاز وتسخنه قوي ويحصل اللي حصل قوي النهارده ده بسبب البطاريات، وان حصل مش هيحصل بالطريقه دي. ايه بقى اللي ممكن يحصل؟ اولا البيجر في اماكن كتير فاضيه جوه، يعني المذر بورد شايفينها باينه من هنا، كل ده مكان علوي عالي. ايه اللي حصل بقى؟ ان هو ممكن يكونوا لا قدر الله زارعين شيبس، تمام، او شيب او نانو تكنولوجي، مستخدمين النانو تكنولوجي في الحاجات اللي بتقدر تتزرع داخل المذر بورد، وتم توزيع البيجر على الناس اللي بتستخدم البيجر في المجال عموما، وفي الاخر بضغطه زر مبرمجه ممكن تخلي جهازين او ثلاثة يروحوا.